يغير ياسين البرشاني، ياسين البرشاني ولا كورة يعين عاشور، والهدف الأول لمستقبل القاسرين. يحيى العاشوري يوقع على أولى أهداف مستقبل القاسرين. يحيى العاشوري وعودة في التوقيت المناسب للأخضر والأبيض. يحيى العاشوري في المتابعة لتسديدة ياسين البرشاني. هاي الإعادة أمامكم، عزيز الورفلي لياسين البرشاني، حط الكرة أمامه ويسدد، تصطدم بيسام الهمامي، عكسية، يحيى العاشوري وجه لوجه دون صعوبة في شباك علي القاسمي، يوقع الأول أهداف المباراة في توقيت جيد جدا لأبناء فاروق الجنحاوي، والأكيد توقيت سيء بالنسبة لأبناء هشام السويسي. هاي احتفالات وهزيج الجمهور الحاضر، جمهور المستقبل الرياضي بالقاسرين. تقريبا فاز في 3 مباريات وانهزم في مواجهة، بينما نادي محيط القرقني لا يعرف تبع الكرة. ريان العبدلي، ريان العبدلي، ويحيى العاشوري والهدف الثاني. يحيى العاشوري يستغل الخطأ ويمضي على ثاني أهداف المستقبل الرياضي بالقاسري دون مقدمات، وبداية قوية من جانب أبناء فاروق الجنحاوي. كرة كان في عطى الكرة للعب علي القاسمي، أخطأ في المتابعة ريان العبدلي وجه لوجه. هاي أمامكم الإعادة، يقتنص الكرة ريان العبدلي مع وسام الهمامي على الكرة، تصطدم بهمامي وعلى طبق أمام يحيى العاشوري دون صعوبة في شباك علي الهمامي أو علي القاسمي عفوا، يمضي على ثاني أهداف مستقبل القاسرين وثاني هدف شخصي ليه وثالث أهدافه في بطولة الموسم الحالي. يعادل رقم محمد الشلي يحيى العاشوري، هدف في توقيت ممتاز لأبناء الجنحاوي وتوقيت سيء على أبناء هشام السويسي.